أعود من جديد إلى مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة مع مراسلنا صالح الناطور. صالح، أنا أترك الصورة وأنت تتحدث عن ما نراه الآن مباشرة من مشاهد قاسية. نعم محمد، يعني ما تزال مراسم تشييع شهداء مستمرة منذ صباح هذا اليوم. العائلات تأخذ جثامين أبنائها فرادى حتى اللحظة. هناك عائلة كان لها أكثر من شهيد، تم نقلهم أيضا بسيارات كهذه التي في الصورة، سيارات هي مستخدمة لنقل البضائع. وهناك أيضا عائلات تأتي تباعا، وأفراد من عائلات تأتي تباعا إلى هذا المجمع ناصر الطبي لإلقاء نظرة الوداع على هؤلاء الشهداء وتوديعهم. وهذه أيضا عائلة أخرى الآن تأخذ شهيدها لإقامة مراسم دفنه وتشييعه.